ذا كلاود. هاي نبدا اليوم ان شاء الله ناخذ اللي هو المعدلات المرتبطه بالزمن، وهي عباره عن مسائل تطبيقيه على ايش؟ على الاشتقاق. كويس، حتى نقدر نشرح هذا الدرس بشكل بسيط، هو مش صعب، وفكرته يعني هذا الدرس تماما افكاره تشبه تماما افكار اللي هو الدرس الاخير اللي هو ايش؟ تطبيقات القيم القصوى. خلينا نشوف كيف بدنا نشتغل عليه هذا. فنأخذ هذا السؤال اللي هو التمهيدي هذا، أطلق صاروخ عموديا للأعلى، هيني حاطه أنا هون سؤال جديد وبدي أبدأ أناقشه، كيف أنا بتعامل مع هذا السؤال؟ شوف النصيحة الآن، أول خطوة بتعملها دائما اقرأ السؤال عدة مرات. أنا بقول لك أنا شو الخطوات اللي تعملها عشان تحل مثل هاي المسائل، سواء لهذا الدرس أو لدرس مين؟ تطبيقات القيم القصوى. اقرأ القراءة الأولى هيك عشان تفهم عن شو الموضوع. أطلق صاروخ عموديا للأعلى بسرعة 100 متر لكل ثانية، وعلى بعد 200 متر من نقطة انطلاق الصاروخ، وأنا مشاهد جالسا على الأرض ينظر إلى الصاروخ. جد معدل من هون بنقطع علينا تغير زاوية ارتفاع نظر المشاهد عندما هاي حط لي ياك بلوك لحال. نرد نعيد القراءة مرة ثانية، إيش اللي فهمناه بالضبط من الموضوع؟ إنه كاين في هنا نقطة على الأرض، في صاروخ شو ماله؟ طلع للأعلى. طلع للأعلى. زي هيك. تمام؟ السؤال، ارتفاع الصاروخ عن الأرض هل هو متغير ولا ثابت؟ متغير. لا، متغير. ارتفاع الصاروخ عن الأرض متغير. إذن إحنا بعد ما قرأنا القراءة الأولى اللي هي نفهم شو القصة، بنبدأ مباشرة نحدد المتغيرات والثوابت. يعني هالسعيات إحنا قاعد نقول الصاروخ كان هون على الأرض، بعد شوي طلع لفوق، بعد شوي طلع لفوق، بعد شوي طلع لفوق، شايف النقط اللي بحطها؟ معناته هذه تدل على إيش؟ على التغير. طيب أي شيء متغير تعطيه رمز، نتفق على هذا الاتفاقية. السمات المتغيرة، الصفات المتغيرة نعطيها إيش؟ رمز. وبنرسم عشان ندلل إن إحنا فاهمين شو بنشتغل، والرسم ترى جزء من الحل، جزء من الحل. الآن أنا بدي أسمي هاي المسافة سين. ليش سميتها سين؟ لأنها بتتغير. حلو. الآن لما قال لي هو سرعته 100 متر لكل ثانية، هذا بسميه معدل تغير بالنسبة للزمن. تغير إيش اللي بالنسبة للزمن؟ سين. المسافة. حلو، اللي هي سين، أنا سميتها سين. إذا هي شو قاعد بتغير؟ اللي بتغير مسافة على الزمن، فراح أقول عنها دال سين على دال نون. عرفت ليش أعطيت رمز؟ عشان أعرف أحط معدلات. المعدلات دائما هون درس تترجم إنها مشتقات. إذا 100 متر لكل ثانية. طبعا إذا موجبة بنحطها، إذا طالعة بتزيد بنحطها سالبة. يعني لو أن الكرة مقذوفة لتحت مثلا وسميت سين تحت، معناها بحطها سالب. حلو. إذا مرة ثانية هسه شو اللي عملنا بالضبط؟ قرأنا القراءة الأولى، بعدين تخيلنا المنظر كيف صاير. صاروخ قاعد بيطلع، معناته المسافه اللي قاعد بيقطعها الصاروخ شو مالها؟ متغير. وبعده عن ماله متغير. اعطيته رمز سين. هسه بدي اترجم ال 100 متر لكل ثانيه هاي، رح تقول هاي معدل تغير المسافه بالنسبه للصاروخ على الصاروخ عن الارض مع الزمن. طيب خلصنا قصه هاي، في مشكله لون ولا واضح؟ على بعد 200 متر انطلاق الصاروخ، يعني هاي نقطة انطلاق الصاروخ على بعد 200 متر، ما قال لي هو هيك ولا هيك، إذا على كيف. كويس، هاي 200 متر عن نقطة انطلاق الصاروخ. تمام، شو اللي صار؟ في واحد قاعد هون، طبعا أنا أقول واحد قاعد هون ما ترسمش الزلمة، خلاص نقطة. كويس، قاعد برصد بالصاروخ. كيف يعني قاعد برصد بالصاروخ؟ يعني طلع كيف؟ بتطلع عليه هيك.
بعد شوي ان شاء الله قاعد بتطلع اجمعين قاعد بتطلع على ايش؟ على الصاروخ. الصاروخ كان هون بعد شوي صار هون بعد شوي صار هون سامع عندك دوشه شويه اسامه انا؟ اه في شيء مخروش من عندك المايك لا تحرك المايك يعني الموبايل او تكلم انك كنت حاط الشاحن هيك كويس ايوه اوكي اذا لاحظ معي هذا الرجل قاعد بتطلع كل شوي الزاويه هاي اللي قاعد بتطلع فيها شو بصير فيها تتغير شوف انا اذا بنطلع اذا النقطه الرئيسيه جماعه في كل هذا الدرس والدرس اللي بعده اني ادور مين اللي قاعد بتغير حتى نعمل الرسم كويس نطلع رسم زي الناس شو عملته على ايش على الجيوجبرا اخذت نقطه هون النقطه هاي شو مالها بدها تتحرك على وين على محور الصادات يعني لانه هو حكى لنا طالع وين للاعلى حلو هاي النقطه كانت هون وبعدين شو صار فيها قاعد تطلع هيك لفوق وفي واحد قاعد هون على بعد 200 متر هيا تغنى نحكي كل 200 متر عن مين؟ عن سطح عن نقطة الانطلاق هاي المسافة من هون لهون شو حكينا عنها؟ صح ولا لا؟ صح هاي المسافة ما تغيرت ولا راح تتغير؟ ما تغير هاي مش 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 متغير إذا ما بعطيها رمز بروح بكتب عليها قيمتها وخلص إذا هو بدي أحط عليها إنها 200 متر هاي أول واحدة الآن شو اللي قاعد بصير؟ اللي قاعد بصير إنه لو وصلنا خط بين المشاهد وبين الصاروخ في كل لحظة بنلاقي إنه البعد بينهم شو قاعد بصير فيه؟ بتغير الزاوية هذه الزاوية ها خلينا نسميها زاوية الإيش اسمها يا أسامة؟ هاي زاوية الارتفاع زاوية الارتفاع شو مالها؟ مغير برضك بتتغير إذا صار عندي تغيرين في الشكل شو هم التغيرين اللي صاروا؟ ارتفاع الصاروخ عن الأرض البعد الصاروخ والمشاهد مظبوط ولا غلطان أنا؟ صح وإيش كمان بتغير يا أسامة؟ يا غسان؟ الهاء والزمن الهاء والزمن خلينا نعمل الهاء نوضحها اللي هي هاء هي هون معطيها قياس هو بس احنا بهمناش القياس لانه يعني هي زاويه متغيره ما بتاخذ قيمه محدده وهي اسمها زاويه الارتفاع طب احكي لي كمان ايش بتغير كمان بالشكل والزمن كمان وكمان احكي لي اشياء ثانيه بتتغير احنا هاي سميناها سين صح في اول شيء هاي الزاويه دائما قائمه صح ولا لا صح طيب قابل للنظر بدخلك سؤال ثاني مساحة المثلث بتتغير وتتغير ايش بتتغير محيط المثلث بتغير وتتغير ايش بتتغير الزاوية الفوقانية بتتغير وتتغير ايش بتتغير كل هذول انت معرض تنسأل عنهم شايف من مسألة واحدة انا من فكرة واحدة شو بطلع لك بطلع لك كل المسائل ممكن نركب لك اياها على هاي المساله وصلت يا اسامه وغسان مره ثانيه اذا احنا شو اللي بدينا فيه بدينا فيه صاروخ على الارض كان هون وبلش ايش يطلع لفوق وهذا المشاهد النقطه شو ماله ثابت مش قاعد بتحرك المسافه بينهم هون ثابته 200 متر الان بدنا نطلع ومعطينا هو انه سرعته اللي هو سرعة الانطلاق الصاروخ للاعلى اعطانا اياها 100 متر لكل ثانيه اللي هو دارسين عدالون سميتها انا شو اللي بده اياني اطلعه بالضبط في السؤال نرجع للسؤال اذا حددنا المعطيات رسمنا الشكل تخيلناه صح كامل هسه خلينا نرسمه بشكل زي ما رسمناه على الجبر هناك على السريع المحترم هذا اللي هون قاعد قديش بعده عن لها حكينا 200 متر واحنا سمينا هاي المسافه سين والبعد بينهم هذا برضه متغير انا ما بعرف كم قيمته وهاي
سميناها الزاوية إيش؟ الزاوية. تمام هيك؟ طب إيش طالب منك أنا بالسؤال؟ جد معدل إيش؟ زاوية الارتفاع. إذا بده دالها على دال نون. طب ما قال بالنسبة للزمن. نعم. ما قال بالنسبة للزمن. لا امبلا. ما هو بده يتغير أكيد بالنسبة للزمن. لا بده يتغير بالنسبة لمين؟ لأنه هذيك بتتغير مع الزمن. إذا هاي كمان بدها تتغير برضو مع الزمن. صح ولا لا؟ دال على دال نون عندما سين تساوي 400. لما يكونوا اثنين على ارتفاع. طيب سؤال، المسافة هاي السين انت بتقيسها بايش قاعد بتقيسها؟ بالمتر. طب الزاوية بايش بتقيسها؟ بالدرجة. بالراديان. لا بالراديان، احنا هنا بنقيسش بالدرجات. ولو اشي عندك قياس بالدرجات شو بتسوي فيه؟ بتحوله ايش؟ راديان. لانه الراديان هو القياس الحقيقي. هو القياس الحقيقي. الان نبدأ الشغل. هذا كل اللي عملته أنا كان هو جزء من فهم المسألة. ترى هذا كل اللي عملته جزء من فهم المسألة، إن أحدد المعطيات ورمزها، أعطيها رموز ومثلها على الرسم، وأحدد المطلوب ورمزه ومثله على الرسم. الآن كيف تبلش الحل؟ تبلش الحل بسؤال رئيسي مهم جدا. ما العلاقة بين سين وها في الشكل؟ أعطيني إشي يربط بين سين وها. من وين بدي اجيب هاي العلاقه؟ بدي استرجع كل المعلومات السابقه. اي موضوع انت درسته سابقا ممكن يخدمك يخلي سين وها يصيروا بعلاقه واحده مع بعض، يعني فيهم يساوي، هي هاي اللي بدور عليها انا. وهاي هي نقطه صعوبه. هاي هي نقطه الصعوبه. تقدر غسان تجيب لي علاقه بين سين وها؟ جاب الزاويه، جابها اللي هو سين على 200. هات نشوف جيبها ايش بيساوي؟ سين على 200 مقابل على الوتر. ظل قصدي ظل. ايوه شوف الجيب ما خدمك لانه الوتر مش عندي، الوتر مجهول. اذا الظل هو اللي بيخدمني. اذا ظلها هو اللي بيخدمني. المقابل على المجاور. اذا طلع كيف؟ هاي شايف هاي ايجادها. هذا احيانا في المسائل الصعبه بيكون هو المشكله. تمام. هون نقطة صعوبة. النقطة الثانية، السؤال بسأله بعدك هيك، كم متغير عندي بالطرفين في المساواة؟ متغيرين. ممتاز، معناته وضعي سوبر. لو كان أكثر من متغيرين والمسألة معلوماتها ما فيها إلا عن متغيرين، معناته مضطر أبدل واحد من المتغيرات. يعني خلي دائما كم متغير في السؤال؟ متغيرين، إلا إذا معلومات المسألة كافية فيها معلومات يعني عن المتغيرات كلها. الآن مدام طلع عندي بس متغيرين معناته اشتق. هنا الاشتقاق في هذا الدرس هو اشتقاق ضمني بالنسبة للزمن. ضمني اشتقاق ضمني للزمن. يعني إحنا نتخيل إنه الآ بالزمن وسين بالزمن. وإيش بتفضل؟ قاطع تربيع ها، مظبوط هيك؟ بعدين ما حشرها. يلا اشتقوا لي اياها اشوف. قاطع تربيع ها دالها تمام ايوه تساوي واحد على دال سين على دال. تمام هيك؟ طب هاي عندما ما استخدمتها على ارتفاع 400 متر ما استخدمتها، هاي متى بستخدمها؟ بستخدمها بس لما اشتق. تمام. يعني هاي بعد 400 متر عندما يكون الصاروخ على ارتفاع، يعني عندما سين تساوي 400، عندما سين تساوي 400 لا تستخدمها الا لما تشتق. يلا هسه اشتقينا معناته بنقدر نستخدم ال 400. هسه مين المطلوب؟ دالها عدال نون. دالها عدال نون. لازم كل شيء أعوض محله ما عدا دالها عدال نون، هي تظل لحالها. تعال نأخذ الطرف اليسار، الواحد على 200 راح تظلها واحد على 200. دال سين عدال نون أخذناها بنعرفها 100، اللي هي سرعة الصاروخ. صحيح. طب قاطع كيف بدي أجيبها؟
اه والزاويه ما اعطاني شيء، ما قلنا الزاويه متغيره، فانا هون بنسى انها متغيره، بصير بتخيلها بس للحظه اللي هو طلبها، فبروح بعيد رسمه الشكل في اللحظه اللي هو طلبها. يعني هاي هاي كانت 200 وهاي صارت 400 اللي هو طلبها 400. طلع لي قاطعها. طب هو القاطع شو هو القاطع؟ واحد على جتا. طب وين الجتا؟ متى؟ مش عندي بدي اجيب الوتر وطبق على تذكر في الغار. يلا 200 تربيع 10 جذر 6 بتطلع. نعم 10 جذر 6 16 واربع اصفار مزبوط هيك صح بيطلع 20 وقدامها كم صفر؟ اربع اصفار. وخذ جذر يا ابي صح تطلع صح. جذر 10 جذر 20 عفوا جذر 20 هنا 100 جذر 20 كم هذا كم صفر 100 جذر 20 اللي هي 4 في 5 طلع الاثنين برا بصير 200 جذر 5 صح كلامي؟ اه صحيح. اذا انا راح يطلع طولها 200 جذر 5 بس انا هاي ما بتهمني صح؟ انا بدي الجتها. اذا الجتها شو بتساوي؟ المجاور على الوتر تساوي 200 على 200 على 200 جذر 5 مطلوب مني اطلعها، مطلوب مني اطلع جتها اختصرها بيطلع واحد على جذر 5 القاطع جذر 5 ايوه بيساوي جذر 5 بس انا بدي قاطع تربيع يا اسامه لا 5 بيطلع 5 5 اذا هون هاي كلها تبقى تصير 5 هذه الخطوات بدها تتبين في الامتحان طبعا بصير 5 دالها على دال النون طب احنا شو اللي بدنا اياه بالضبط دالها على دال النون اختصر هون بصير 1 على 500 مش هيك عفوا شو 500 صحيح 1 على 500 هون بصير 2 لا لا استنى 1 على 10 1 على 10 راد لكل ثانيه شوف الوحده ايش طلعت راد اه راديان لانه زاويه طيب لو رجعنا على نفس السؤال وطلب تغير مساحة العجلة السعيات هسه بتصير مزبوط مزبوط هيك ولا غلط وهاي الرسمة تبعتنا 400 وهاي مين وهاي ها وهاي هون ايش بدي معدل تغير بدال المساحة على الزمن عندما سين تساوي 400 يعني بدي خلينا على نفس اللحظة اللي هو طلبها إذا لو طلب مني معدل تغير المساحة بعيد نفس الفيلم اللي حكيته بس بجيب بدي علاقة بين مين وسين المساحة شو بتساوي؟ نصف القاعدة في الارتفاع نصف القاعدة في الارتفاع كيف هاي العلاقة الأساسية إذا ما طلعتها راح السؤال منك هون الصعوبة نختصرها شوي 100 تغير في الطرفين ايش؟ كم متغير عندنا؟ عندنا مين وسين؟ مين وسين؟ خلص اذا ممتاز الموضوع ما في تبديل طب دقيقة دكتور اشتق على طول طب انت طب طلع دال ميم مع دال سين من هاي المعادلة وعالسلسلة شغلها بصير؟ كيف كيف؟ من هون اطلع دال ميم مع دال سين بدل اشتق دولار اتنون اشتق بالنسبة لسين يعني وبمشي على السلسلة دال ميم مع دال سين تساوي احكي 100 100 وعالسلسلة بمشي بصير عشان هيك انا شو بقول لكم قاعد بقول لكم هذا الدرس والقيم القصوى نفس الدرس شو الفرق بينهم؟ انه هون انا بشتغل على الزمن هناك بشتغل على ايش؟ على اي متغيرين صيغة السؤال انك تقول التي تجعل المساحة اكبر ما يمكن التي تجعل مثلا المحيط اقل ما يمكن التي تجعل البعد اقصر ما يمكن هون الصيغة ما بتيجي بهذه الصيغة
بده السرعات، لانه معدل تغير اي كميه بالنسبه للزمن بنقول عنها سرعه، سرعه تغير الحجم، تغير الحجم مع الزمن، سرعه المسافه مع الزمن اللي هي السرعه العاديه. فكلامك 100% يا سيد غسان، لو اشتغلت هيك برد برجع بطبق قانون الضمني، شو بطلع؟ دائما مع ذنبه طلع المعدل المطلوب. اذا لاحظ انه هذا السؤال كيف بقدر افكر فيه، فكر فيه بعده طرق. طبعا انا ممكن اسالك كمان عن هوا واحد في المساله، صح ولا لا؟ ممكن اسالك عن معدل تغير البعد بين النقطتين، بين المشاهد وبين الصاروخ. وصلت الرساله؟ اوكي طيب، ننتقل على الامثله اللي جاءت الكتاب. فهمت غسان الفكره؟ هذا المثال اللي حلينا كل المسائل زي خلاص العدوان الصعوبة. يعني زي هيك كل شيء. العدوان الصعوبة يا أسامة، ما في شيء، كله يعني كل شيء مشهود يعني معروف. النقطتين صعوبة عندي، النقطة الأولى في الصعوبة هي إيش؟ فهم السؤال وتكوين العلاقة الأساسية. يعني ممكن يجيك السؤال ما تفهموش. كويس. انا ليش ما قاعد بنوع بقول لك ادرس المساحه، ادرس مش عارف ايش، ادرس كذا، عشان لما تيجوا تحلوا هاي المسائل يا جماعه ما تحلوا بس على المطلوب لحاله، كمان ايش اعملوا؟ حلوا يعني صيروا نوعوا. طب لو قال لي هاي، لو قال لي هاي، لو عمل لي هيك، لو مش عارف ايش، ايش بصير؟ هيك بتتعلم الدرس 100%. نقطه الصعوبه الثانيه اللي ممكن تواجهنا انه يطلع معي اكثر من متغيرين في العلاقه، وما عندي معلومات الا عن المتغيرين بس، او واحد مطلوب وواحد معطى، معناته لازم المتغير الثالث شو يصير فيه؟ استبدل. استبداله بده شغل. يلا نبدا على هاي. تتحرك نقطه على منحنى العلاقه هذه. هذه علاقه ايش هاي؟ المعادله معادله ايش؟ تحرك يعني مسافه. اي المعادله بتعرفوها؟ مرت عليكم قبل المره؟ لا انا والله مرت علي. كيف ما مرت عليكم يا جماعه؟ مرت عليكم هاي. يلا شوفوا لي اياها، شو معادله ايش هاي؟ شوف هذا اللي انا بساله قاعد فاهم، لانه صراحه انت لما تكون فاهم بتساعدك كثير بالحل على فكرة. طب خلينا نكتبها. نقلنا يا أسامة سين تربيع مش مبينة زائد صاد تربيع. ما هو بدك تكون حافظها. لقطها. أنا أقول لك مش عارف إنها سينها. معلش ناقص 5 سين. سين. سجلها. سين تربيع زائد تربيع زائد صاد تربيع. وانا بدون رسم عارفها بس بدي اشوفكم انتوا. يلا سين تربيع زائد صاد تربيع زائد صاد تربيع ايوه ناقص 5 سين ايوه زائد 3 صاد ايوه ناقص 6 زائد 3 صاد يساوي ناقص 0 صح؟ ناقص 6 يساوي 0. ممتاز. شو طلعت قدامك هيها؟ معدل الدائرة. طب كيف طلعت لنا دائرة؟ طلع لما يكون معامل سين تربيع ومعامل صاد تربيع متساويين ويكون في تربيع لسين وتربيع لصاد، شو بيكون معادلة؟ معادلة ايش؟ دائرة. طيب لو قلت لكم هيك ناقص 5 سين زائد 3 صاد ناقص 6 يساوي 0، نفس المعادلة بس حطيته أنا غيرت معامل سين عن معامل صاد. مش معادلة الدائرة. بيضاوي. مش معادلة الدائرة. معادلة إيش بتكون؟ شكل بيضاوي بيطلع. أيوة أحسنت، بسموها قطع ناقص. احفظوها من هسه. هيك بيطلع شكلها يا أسامة. تمام. شوف هذا ما راح يأثر علي في حل السؤال على فكرة. هذا ما راح يأثر علي في حل السؤال. يعني إذا عرفت إنها دائرة ولا ما عرفت إنها دائرة مش راح يأثر. أهم شيء نفهم إحنا شو بنسوي قاعدين. تخيل السؤال، دائما بقول له تتخيل السؤال احسن لك.
لما انت يعطيك منحنى عمرك ما شفته بتتخيله هيك، بس ارسم اي منحنى. اذا انا بعتبر الرسم جزء اساسي من فهم المساله. يلا تتحرك نقطه على منحنى العلاقه، كيف يعني تتحرك نقطه على منحنى العلاقه؟ يعني في نقطه هون، وشو مالها النقطه؟ تتحرك. تتحرك كيف تتحرك؟ ما قال لي، يعني بجوز تمشي هيك مع عقارب الساعه ضد عقارب الساعه، الله اعلم، هي قاعده تتحرك هيك. كمل القراءه. معدل تغير احداثيها السيني بالنسبة إلى الزمن 3 سنتيمتر لكل ثانية. شو كيف يعني؟ أنا ما فهمت. اللي هو دال السين على دال النون. ليش معنى حكيت دال السين على دال النون؟ ما هو هذا المسافة بنعطيها لأنه مجهولة، بنعطيها أي. هو قال الإحداث السيني أسامة، أنت القطها منه. خلاص. النقطة على المستوى الديكارتي. النقطة هاي على المستوى الديكارتي. مدام على المستوى الديكارتي، مدام على المستوى الديكارتي معناته إلى إحداث سيني وإلى إحداث صادي. وين نقدر نظهرهن؟ هيهن صح؟ وهي بتتحرك، الاحداث السيني شو بصير فيه؟ بتغير. بتغير، والاحداث الصادي شو بصير فيه؟ برضه بتغير. برضه بتغير. معدل التغير يعني سرعة التغير وقديش؟ 3 سم كل. يعني كل ثانية بتغير 3 سم، كل ثانية بتغير 3 سم. طيب. عند النقطة 1 و2. فجد معدل تغير الاحداثية الصادي بالنسبة للزمن عند النقطة نفسها، يعني هاي كلمة اللي حكينا عند هاي لحظة محددة. هاي لحظة. اللحظة المحددة بسوي حالي مش شايفها. بسوي حالي مش شايفها بأجلها. شو المطلوب بالضبط هو؟ جد معدل تغيرها الصادي، يعني بده دال صاد عدال نون. عند النقطة واحد واثنين، يعني لما سين واحد ولما صاد اثنين. شو بيساوي؟ وكلنا نحلها نمشي على الطريقة اللي تعلمناها. أعطيني علاقة بين سين وصاد. موجودة معطاها بالسؤال. موجودة يا سلام، موجودة. تعرفوا جماعة مرة جابوا بامتحان توجيهي سابقا مثل هيك أسئلة وجابوا لهم العلاقة جاهزة، وتعال شوف تحل الطلاب بسم الله ما شاء الله، لأنه إحنا علمناهم لازم يطلع العلاقة. طيب صارت بده يدور على علاقة، ولك حبيبي هي قدامك، ما هي كاتب لك إياها صراحة. بس كل وقت تطلع وكم متغير عندك هون بالسؤال؟ اثنين. معناته ما فيش تسوي، اشتق على طول بالنسبة للزمن. يلا اثنين سين دال سين عدال نون زائد اثنين صاد. اثنين صاد دال صاد عدال نون زائد خمسة دال سين عدال نون زائد ثلاثة دال صاد على دال نون يساوي صفر. الآن في هاي الخطوة المفروض كل شيء يتعوض محله ما عدا دال صاد عدال نون. السين هي معطيني اياها والصاد معطيني اياها. اذا اثنين في واحد في ثلاث في ثلاث اثنين في اثنين ضرب اثنين دال صاد على دال نون ناقص خمسه في ثلاث زائد ثلاث دال صاد على دال نون يساوي صفر. طلع دال صاد وانتهت الحكايه وانتهى السؤال. سلام نسلمكم. صعبه هاي؟ لا حكي فاضي. فهمتوا الدرس؟ الآن كشرح فيش إشي أشرحه، خلص شرح. بعد شو بدنا نسوي هسا؟ مسائل نشوف كيف الصعوبة. إذا نمشي أسرع عاد هالسعيات سريع بدنا نمشي. يلا قرص معدني دائري الشكل، معناته مدام حكى دائري معناته مخي لازم يسترجع كل شيء عن الدائرة. تمام. مساحتها محيطة خواصها نصف قطرها قصصها. محافظا على شكله تزداد مساحة سطحه. ها تبي مين اللي قاعد تزداد؟ مساحة السطح. معدل تطلع الوحدة، طلع الوحدة سنتيمتر. حتى لو انتهت بتعرف من الوحدة شو نوع اللي بيتغير. إذا ما يعطول بدي رمزها دال ميم عدال نون من عندي تمام. 6 سنتيمتر لكل ثانية. ممتاز. جد معدل طول نصف قطره، يعني بده دال نون قاف على دال نون قديش؟ عندما نون قاف تساوي 3. أعطيني علاقة بين المساحة ونصف القطر. سين تربيع زائد صاد تربيع يساوي 9. دائرة. شو يعني مساحة الدائرة؟ سؤال، مين قال لك انك تجيب مساحة الدائرة؟ لأنه قال لي قرص معدني دائري. عرفت كيف؟ يعني لازم أقرأ تمام. السؤال عشان أفهم شو هو الشكل اللي أنا قاعد بشتغل عليه. إذا فكرة من الأفكار إني أنا بجيب القوانين من وين؟ من المعلومات السابقة اللي درستها بثامن.
وسابع مساحة الدائرة، مساحة المربع، مساحة المستطيل، المتوازي، الأضلاع، المعين، شبه المنحرف، كل الأشكال الهندسية اللي درسها سابقا، الحجوم، المساحة الجانبية، المساحة الكلية، كله مطلوب. أتوقع هذا تافه السؤال ولا لا؟ اللي بعده. دكتور، دكتور ما بنقدر نحط معادلة الدائرة بعدين نشتق، لأنه بيكون عندنا متغيرين صح؟ ما في معادلة، ما في معادلة دائرة. ليش تحط معادلة دائرة؟ هو معطينا نقاط الدائرة ومسألة عن المساحة. هو معطيك مساحة، هو معطيك المساحة أسامة. هو بيسأل أنا يعني خلص إذا معطينا مساحة على طول نشتغل عليها، معناته أنت شكلك معك مساحة. أيوة ممتاز، يعني المؤشر من السؤال. تمام، هو حكى عن المساحة، لا تروح على معادلة الدائرة. شو دخل معادلة الدائرة بالموضوع؟ طيب ها نشوف هذا على السريع بدنا نحله. قرأوه على مهلكو هيك واعطوني شو المعطيات شو المطلوب. يتناقص تسقط الراء بمعدل دال نون قاف ايوه على دال نون يساوي سالب واحد بالمئة لكل ثانية. جد كل مما معدل تناقص حجم الكرة، يعني بده دال حاعد عنه. لازم نحفظ احنا القوانين هذول ناسينهم. ايوه شفت كيف؟ شو حجم الكرة؟ 4 على 3 باي نون قاف تربيع. ترجع لحالك سؤال، هل متغيرين ولا اكثر؟ لا متغيرين. متغيرين دال حاعد عنه يساوي تربيع دال نون قاف على دال نون. عوض في اللحظة اللي هو بده إياها عند نون 10، 4 باي في 100 في سالب 1 سالب 1 بالعشر بالمية بالمية. إذن بيساوي الجواب سالب 4 باي. انتهى السؤال. شو رأيكم؟ طيب وبده مساحة سطحها، تغير مساحة سطحها، معناه لازم اكون حافظ مساحة السطح. مساحة السطح بساوي 4 باي نون قاف تربيع، وبرضو بشتق دال ميم على دال نون بتساوي 8 باي نون قاف دال نون قاف على دال نون عندي معلومات كاملة، عندي المعلومات كاملة. انتهى. شوف هذول الأسئلة يعني ما فيش فيه شيء، مش شايف مباشرات ولا لا؟ الآن طلع لي مباشرات، طلع لي عليها. رجل طوله 1.7 من عشرة، الطول تاع الرجل هذا متغير ولا ثابت؟ ثابت. 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 شو بيتغير طوله هو؟ كويس. يسير على أرض مستوية بسرعة 2 متر لكل ثانية مبتعدا عن عمود الكهرباء. إذا هو اللي فرضه سين، طلع بالرسمة مين اللي فرضه سين؟ البعض. اللي هي المسافة اللي بقطعها عن عمود الكهرباء. تمام هيك؟ تمام. ارتفاع عمود الكهرباء قديش؟ 5.1 متغير ولا ثابت؟ ثابت. ثابت. كويس. جد معدل تغير طول ظل الرجل. طب طول ظل الرجل دائما وين بيكون؟ صاد هيو موجود. قدامه. يعني شوف يعني هو ما حكاش انه ظل الرجل قدامه. أنا تخيل لأسامة لو انه الرسمي مش مرسومي. أنا برسمها. حلو؟ يا بي. كيف بدنا نجيب دال، يعني هسياته معطيني دال سين على دال نون، اعطاني اياها اللي هي 2 متر لكل ثانيه. طب بدي دال صاد على دال نون، كيف اطلعها؟ وما قال لي في اللحظه، معناته اللحظه مش مهمه. يعني السؤال بده يكون ما العلاقه بين سين وصاد؟ هيك اعطيني علاقه بين سين وصاد. يلا هسا سين زائد صاد ايوه يساوي جيم باء. طيب ما جبت ظل الزاويه هاي الجيم. الزاويه بتعرف عنها شيء معلومات غسان؟ لا 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 تستخدمها الا اذا عندك معلومات عنها او بتقدر تجيب معلومات عنها. معي انت كيف؟ يا اما عندك معلومات عنها او بتقدر تجيب معلومات عنها، بس انا شايف قانون الجيم ولا الزاويه ولا بتقدر تجيب معلومات عنها، صح ولا لا؟
بقدر انه تشابه الثلاثيات. طلعوا كيف يا جماعه؟ طلعوا هاي بدينا نحس بالصعوبه شويه يا صياد. وين المشكله؟ وين المشكله؟ المشكله كيف بدي اجيب علاقه بين سين وصاد؟ بس جيب لي العلاقه خلص السؤال. يلا لسه تشابه بالمثلثين الكبير والصغير. ايوه برافو عليك. طلع هون كيف هذا المثلث. شوفوا شايفين هاي الافكار اللي قاعد نحل فيها في الكتاب. بعد شوي بتصير زي المساطر، عارف كيف زي المساطر؟ زي يعني نماذج خلاص براسي. تشابه المثلثات فكره، قانون الحجم فكره، يعني افكار هيك زي الحجم، المساحه، القوانين، المعادلات تعات مثلا الدائره، القطع الناقص، القطع الزائد، قوانين، قانون البعد بين النقطتين، قانون نقطة المنتصف، قانون مش عارف ايش، كل المعلومات السابقة الآن لازم استحضرها. خلينا نسوي التشابه. عندي مثلث صغير اللي هو هنا 1.7 وهي صاد، صح؟ صح. عندي المثلث الكبير اللي هو سين زائد صاد وهون 5.1. إذا تشابه المثلثان تكون أضلاعهم المتناظرة إيش؟ نسبة بينهم ثابتة. إيش الأضلاع مالها؟ نسبة بينهم ثابتة. في نسبة بينها يعني ثلاث واحد على ثلاث. تسمى الضلع الكبير هون مع الضلع المقابل له، وممكن تبدأ بالصغير عادي ما في عندك مشكلة. عادي خلاص. الضلع اللي هو سين زائد صاد على الضلع صاد. أضرب تبادلي. 5.1 صاد تساوي 1.7 سين زائد 1.1 صاد. انقلها إلى هناك. 5.1 ناقص 1.7 هيك 11.7. ليش دكتور تقسيم هاي راح تكون؟ نعم. صح. 1.7 زي ما بدكم. زي ما بعض ثلاث. زي ما بدكم. شو طلعت هنا؟ 3.4 صاد. هي صراحة تشطب بعضها بعد شوي. هسه المهم انا وصلت العلاقة، هيها العلاقة. انا هاي اللي بدور عليها. نص سين بتطلع. السؤال 3.4 دال صاد على دال نون يساوي 1.7 دال سين على دال نون. لاحظ انت مش بحاجة لصاد ونون، صاد وسين. لو انت كنت بحاجة لصاد وسين كان قال لك عند سين تساوي هالقد. حلو؟ خلص انتهى السؤال. بتعوض بتطلع الاجابات. اذا لاحظوا هنا كيف نقطة الصعوبة كانت؟ انه انا كيف اكتشف العلاقة؟ مجرد ايوه انتهى السؤال. في شيء صعب لهون يا أسامة؟ لا 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 لا. طلع لي على هذا. هذا بدنا ناخذه ونشكل فيه شوي. نلعب فيه أكثر من فكرة. هذا زي تاع الصاروخ صح؟ طب انا بدي اصعبه شويه. يعني بدناش نعيد الفكره نفسها، بدنا نغير الفكره. شو اللي بدنا نسوي؟ طلع شو اللي بدنا نسوي؟ نقرا بس الاول السؤال كما هو. يرتفع بالون راسيا للاعلى بمقدار ثابت. لما اقول لك بمقدار ثابت بمعدل ثابت يعني سرعه، هاي هو مسميها صاد. هو هون فرضا صاد، سميتها سين، سميها سين زي ما بدك تسميها، ما بتفرق الاسم صح ولا لا؟ صح. اذا المعطيات هي اول شيء اعطاني اياها. رصد المشاهد يقف على الارض، هذا نفس قصه الصاروخ. تمام. طيب على بعد قديش؟ 120 متر. جد معدل تغير زاويه الارتفاع. طيب هذا زي السؤال اللي حليناه. طب انا ايش بدي العب فيه هسه لعبه؟ انا بقول لك شو بدي العب فيه لعبه. يقف شخص على بعد 120 متر وبدأ الحركة مبتعدا عن الصاروخ بمعدل 10 متر لكل ثانية. يعني هذا ألف كمان المسافة تبعته بطلت ثابتة. شو صارت؟ يعني الشخص كان مرة هون، بعد شوي صار هون، بعد شوي صار هون، بعد شوي صار هون، بعد شوي صار هون. كويس. خلنا نفرض إنه هاي سين. إذا أعطاني دال سين على دال نون قديش؟ 10 متر. 10. حلو. يعني أعطاني
سرعة الصاروخ البالون هذا قديش وعطاني سرعة الشخص قديش. الآن أنا بدي شو منكم؟ بدي معدل تغير البعد بين البالون والشخص، سموها مثلا لام. أنا بدي منكم دال لام على دال نون، عندما مش عارف إيش أنا بديش إياها عندما أنا. تعالوا تعوضوا فيها تعويض. شو صارت المعطيات؟ صار عندي دال صاد على دال نون بتساوي 40 متر لكل دقيقة. أخليها لكل دقيقة عشان ما بجيبوا لكم مسائل تحويل وحدات. شو صار عندي يا سيدي في السؤال؟ صار عندي ثلاث متغيرات، صار عندي صاد وعندي سين ولام وعندي لام. فالسؤال الرئيسي حتى تحل هذا السؤال، شو العلاقة بين لام وسين ولام؟ سين ولام وصاد. لا صح في الاخر. شفت كيف؟ كيف لقطت بسرعة؟ في مثلث مبين مثلث قائم. اذا لام مثلث قائم اذا بيساوي صاد تربيع زائد نقل سين زائد 120 تربيع. سين زائد 120 صح. خلص نحل السؤال. شوف هون ما في داعي تبدل المتغيرات، قول لي ليش؟ لانه دال سين على دال نون عندك ودال صاد على دال نون عندك. اميت بغير، اميت بغير لو واحد منهم مجهول بستبدله عشان يصير في مظبوط. طبعا بقدر اسالكم كمان عن مساحه المثلث، بقدر اسالكم عن محيط المثلث، بقدر اسالكم عن تغير الزاويه. رجعنا نفس القصه تاعت هذيك. طب واحده ثانيه طلع على مره، شو بدي اقول لكم؟ هاي أرض، بالون قاعد بيرتفع كويس بسرعة 40 متر لكل دقيقة. حلو، سرعته قديش؟ 40 متر لكل دقيقة. بعد دقيقتين، دقيقتين مش مباشرة أول ما طلع من الأرض، لا بعد دقيقتين، يعني خلنا نقول هون صار مار دقيقتين ولساته بطلع، رصد مشاهد البالون ألف هذا المشاهد وكان على ارتفاع على بعد 100 متر من نقطة الانطلاق. جد معدل تغير المسافة بين اللي هو الشخص والبالون بعد مثلا 4 دقائق أو بعد 6 دقائق. مرة ثانية شو المطلوب؟ معدل تغير البعد بين الشخص والبالون بعد 6 دقائق. نعيد السؤال. بالون طلع بعد دقيقتين، واحد رصده يعني هيك رصده من هون بلش يرصد ولساته مستمر. هذه المسافة بين النظر الشخص هذا وبين البالون شو مالها قاعد شو بصير فيها؟ متغيرة، بتتغير. بدي قديش معدل تغيره؟ قديش سرعة التغير؟ المسافة؟ دال سين على دال نون. يا أسامة قبل ما تقول دال رمز رموز على الرسمة عشان نقدر نحكي. تمام. المسافة المسافة من هون لهون شو بك تسميها؟ سين. لا أو نون. لا 80. أيوة برافو عليك. ليش يا أسامة 80؟ صح بعد دقيقتين، بعد دقيقتين. شفت كيف برحك عليك بالسياق تاع السؤال أنا؟ صحيح صحيح. أنا قلت لك هو طلع دقيقتين وبعدين بلش يتغير، إذا هون سين أو صاد. هما دائما بحطوا على العمود صاد والأفق سين، بس ما بفرقش يعني. إذن اللي عندي أنا دال صاد على دال نون هي ال 40 متر لكل دقيقة. شايف كيف أسامة وين المشكلة بتصير؟ إنه أنا وين أرمز؟ كيف أعطي رموزي؟ هو ما بعطيك رموز، إذا أعطاك رموز هو خلص السؤال. يلا شو اللي بدنا إياه إحنا؟ بدنا لام أو فاء، اسمي أي شيء. دال اللام على دال دال النون عندما نون تساوي 6. برضه نفس الشيء في تغير.
فيثاغورس. 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 لام تربيع تساوي صاد. صاد زائد 80 تربيع زائد 100 100 تربيع. طب ليش حطيت ال 80؟ لانه انت فيثاغورس كيف شغال؟ لو بدنا نعمل هيك يا غسان طلع. لا لا ليش حطيت ال 80 اصلا؟ ليش ما حطيت كلها صاد؟ لانه هاي ثابته. هاي هذا الجزء ثابت. لو سميتها كلها صاد معناته هو باقي يتغير من وين؟ من تحت. او بديت اعدله من تحت. بس انا فعليا بديت العد من وين؟ من فوق. من فوق. فهذا الجزء ثابت. وصلت الرسالة كيف؟ هم مش يعني مش من لحظة الانطلاق بدأ يعدله. خلى طار بعدين صار يعدله. إذا إحنا بنبدأ المتغير من وين؟ من لحظة العد، من لحظة الرصد، مش من لحظة الانطلاق. هو من محل ما انطلق لحد ما بدأ يرصد هاي ثابتة خلاص، هاي بطلت تتغير. تمام هيك؟ تمام تمام. يلا كمل هسا. اثنين لام دال لام على دال نون يساوي اثنين صاد زائد 80 صاد زائد 80 في دال صاد على دال نون زائد صفر. طبعا زائد صفر اكيد. لانه ثابت. يلا هسا شو بدنا نسوي؟ الدال صاد على دال نون هي عندي 40، الصاد مش عندي واللام مش عندي، هذول مجهولات. بس هو قال لي بعد 6 دقائق بنطلع صاد من بعد 6 دقائق اللي هي ايوه احسنت زمن في الصاد. طلع الصاد هي مسافه صح يا استاذ؟ يعني هي سرعه في زمن. سرعه 60 في 40. ايوه 60 في 40 او 6 في 40 240. 240. اذا هاي 240 وهاي من فوق من لام تربيع. عادي في الغلط. في الغلط في غلطة. دقيقة صاد مش 240. كلها 240. كلها 240. شو كيفك بنتلخبط بعدين. هي كلها 240 لكن تجيب منها 80 ضل 160. لا 160 160 ناش نلخبط فيها. طب اللام كيف نطلعها؟ في الغلط. في الغلط بحط هيك مثلث، بحط هاي 240 وبحط هاي 100 وبطلع لام وخلصت السؤال. هيك صار اصعب شوي السؤال صح ولا لا؟ بس معقد؟ لا عادي بنفهم بكل سهوله وبقدر اتعامل معاه بكل سهوله ما في اي مشكله. فانا بنصحكم لما تدرسوا هذا الدرس ما تحلوا بس السؤال، حاولوا انكم ايش تسووه يعني تشتغلوا عليه يعني تنوع. خلينا ناخذ فكره هذول السؤالين على السريع، ناخذهم مع بعض ونكون لهم معادلاتهم وخلص الاشتقاق عليكم. واذا في ترك بالاشتقاق انا بكمل معاكم، لكن اذا فيش ترك بدي اترككم. اذا شو هسه زبده شغلنا؟ نجيب العلاقه بس. يلا الاولاني مثلث متطابق الضلعين طول كل من ضلعيه المتطابقين 8 سنتي، معناته ثابتات هذولا. يعني بروح على طول راسم مثلث متطابق الضلعين. ها مثلث متطابق الضلعين هذا 8 هذا 8 يزداد قياس الزاوية المحصورة بينهما. يعني هاي ها مالها تغير تغيري. تمام 2 درجة لكل دقيقة. اوف دالها على دال نون الصور طالب رجعت للراديان ولا ما حولها الاصل يحولها ثم اعطيك المقياس المطلوب بالراد. المطلوب بالراد بالدرجه قصدي مطلوب بالدرجه المعطى معطيها بالدرجه وكذلك معطيها بالدرجه. على العموم يعني احنا ما راح نحول فراح اخليها زي ما هي، لكن هي الاصل انه هو يعطيها بالراديان. بدي انا اطلع معدل تغير مساحه المثلث. يعني على قانون لام تب. ايوه بجيب لها عدد على دال نون عندما
ها تساوي 60 هيك يعني. دكتور ايش بتساوي؟ نص الخمسة في الارتفاع. لا 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 شو؟ شو اللي لا لا؟ طيب دكتور طب كيف طلعت هيك؟ ما في عندكم قانون تحت المسابقة؟ بصير أحل هذا. احكي. هذا السؤال بنحل على إذا مثلث فيه معلوم ضلعين ومحصول الزاوية بيناتهم، بحل على هذا القانون. هاي القانون اللي كتبته قدامك. لا مش هذا. لا شو القانون؟ يلا نقليني أنت. لام تربيع تساوي سين تربيع زائد صاد تربيع ناقص اثنان سين صاد جتفت. هو جيب التمام. جيب التمام هذا. يا لحظة شوي عيد لي يا شو هذا القانون ليش يا بيان؟ أنت حكيتي قانون صح بس ليش القانون هذا اللي حكيتيه؟ إذا بيكون في ضلعين عندنا وزاوية محصورة بيناتهم حتى نرجع نجي الضلع ثالث. عشان تطلع الضلع الثالث يا بيان. مش علشان تطلع المساحة. القانون اللي أنت قلتيه اسمه قانون جيب التمام أو بسموه قانون الكاشي. سيبك من جيب التمام. اسمه قانون الكاشي. قانون الكاشي بنطلعه إذا كان طالب دالسين عدال نون. مزبوط كلامك مزبوط ولا لا؟ لكن هو طالب المساحة. القانون تاع المساحة عندنا قانونين للمساحة اللي هو نص القاعدة الارتفاع والقانون الثاني. لو كان عنده ضلعين معلومين ألف وباء مثلا والزاوية المعلومة محصورة بينهما فنقول المساحة تساوي نص في ألف في باء في جيب الزاوية بينهما. هذا القانون اللي أنا استخدمته. طبعاً واضح هنا إنه كل شيء موجود يعني هذا تطلع لنا والجيب الستين وجيب الستين جذر ثلاثة اثنين دال ميم على دال نون تساوي 64 جتها في دال ها على دال نون. لاحظوا هنا إذا هو المحطة بالراديان يعني ما بس هي لازم تكون بالراديان أنا مش عارف يعني لازم نحولها يعني اثنين درجة حولها للراديان. كيف نحول للراديان؟ نضرب باي ونقسم على 180. أيوة نضرب في باي ونقسم على 180 فبتطلع باي على 90 فهي 2 درجة لكل دقيقة. المفروض نكتب أو نحولها نحولها باي على 90 راد لكل دقيقة. دكتور مش هو معطينا الزاوية؟ أيوة بس دالها عدا النون كمك تعوضها تحط 2 لا أنا قصد عن الزاوية الأصلية بقول لك بده إياها نوضه بها 3 لا أسامة أسامة الستين حطيتها بالجتا ما عندك مشكلة حطيتها بالراديان أو بالدرجات ما بيأثر تمام مش أي مشكلة أنا اللي معترض عليها اللي يدالها عدا النون هاي بها 3 بدها طبقة 90 هاي هون لو حطيتها 60 درجة ما عندك مشكلة تمام جتا 60 درجة هو نفسه جتا الباي على 3 باي على 3 صح هاي يعطي نفس الجواب لكن هاي تفرق معايا احط 2 ولا احط باي على 90 باي على 90 لا باي على 90 صحيح احط راديان وصلت تمام. طب ايش ممكن نسالك عنها سؤال ثاني بنسال اللي السؤال اللي حكته بيان يقول اعطيني دال سين عدال نون سعيد اشوف اطبق جيب التمام جيب التمام اللي هو مربع الضلع الأول يساوي مربع الضلع اللي هو مربع الضلع المقابل هذا اللي هو س تربيع يساوي 8 تربيع زائد 8 تربيع ناقص 2 في 8 في 8 في جتا الزاوية بينهم. وبرضه نفس المبدأ طلعوا هون المتغيرات بس الها والسين بس الها والسين. طب ممكن يسأل يقول لي مثلا أعطيني معدل تغير هاي الزاوية ممكن شو ساعتها لازم اطبق. طيب يا جماعه لو قال لي بدي معدل تغير الزاويه ها واحد بصير السؤال وعر ماركو صفنتو سكنتو بصير اكثر من مثلث نصفين هلا هذا بصير بدك تعمل حركتين بدك تطلع اول شيء دال سين عدال نون اجباري وبعدين تطبق قانون الجيب نعم قانون الجيب
صح ولا لا؟ أنا بدي علاقة بين ها واحد وها. كيف نجيب علاقة بين ها واحد وها؟ ممكن أطبق قانون الجيب، صح ولا لا؟ ماشي تمام. ممكن أطبق إنه مجموع قياس زوايا المثلث شو بيساوي؟ 180. 180. إنه ها زائد اثنين ها واحد يساوي 180 درجة. هاي كونت علاقة ثانية. هسا بدأنا نلعب هيك. شفت كيف الأسئلة بتيجي؟ يعني ممكن أفكر فيها بعدة طرق، بس هنا بده يتطلب معانا معناته أول إشي لازم بس تروح تسترجعوه اللي هي كل المعلومات السابقة. هذا سؤال توجيهي سابق اللي قدامنا المثال. دائرتان متحدتان في المركز، يعني إيه؟ دائرة وجواتها دائرة، والدائرتين شو مالهم؟ إلهم نفس المركز. خلينا نقول هذا المركز سميه ميم، كويس. طول قطري طولا نصفي قطريهما 5 سنتي، يعني هذا طوله قديش؟ 5 سنتي. 5 سنتي، والثاني قديش طوله؟ 20 سنتي. ابتدت الدائرة الصغيرة تتسع، يعني هاي شو صار فيها؟ قاعد تكبر. يزداد طول نصف قطرها بمعدل 2 سنتيمتر كل دقيقة. أيوة هنا بدنا نبلش. مين هي سين؟ هسا بدي أقول أنا دال سين، ممكن هسا أسامة يقول لي هيك. حلو الكلام. مش قال يزداد طول نصف قطرها؟ دال نون قاف. ماشي دال نون قاف دال سين، ما اختلفناش يا بيان. بس مين هي سين؟ وين هي سين؟ زي 5 سنتي اللي أعطيك إياها، نون قاف واحد. خمسة ثابت يا غسان. الخمسة ثابت. يعني هذا تستردوا يعني طول القوس؟ لا بقول لك تتسع. بدك تقول لي وين سين اللي بتتغير؟ هو بقول لك تتسع، ما هو بقول لك. أنا بطل. قلت لي عندي ازداد 50 زائد 2. عندي ازداد 50 زائد 2. هي سين وينها سين؟ أنا مش شايف سين. ما بقول لك بدأت تتسع الصغيرة. الصغيرة بدأت تتسع، طب مين سين يا سيدي؟ الو دكتور ثبت الصغرى. لا شوي طلعت الصغرى تتسع ان شاء الله. شيء قاعد تتسع هيك بالازرق. تمام. واحنا قلنا نص القطر هون دكتور للصغرى جابتي صح. اذا هاي اللي تغيرت هي سين. تبت كيف بدي أفرض أنا؟ مين اللي فرضتها سين؟ اللي قاعد بتتغير بزيادة بس. هاي زي شحنة البالون اللي قبل شوي. لأنه الخمسة هاي ثابتة ما علينا مشكلة، لكن وين اللي عملت المشكلة؟ لما صارت تتغير زادت. حلو الكلام. إذن هي مش شغلة بس أفرض دال نون قاف على دال نون على دال نون ولا دال سين على دال نون قاف. من وين هي النون قاف؟ وين سين؟ إذا مش عارف وينها مشكلة. في اللحظة نفسها أخذت الدائرة الكبرى تصغر. أوف هاي شو قاعد بصير فيها هاي؟ تصغر. تصغر. هاي سؤال توجيهي شايف؟ يعني عبين ما يصيروا ينطبقوا على بعض. أيوة هاي الحمراء هاي تاعت الكبيرة. هي قديش كانت أصلاً؟ كانت 20 صح؟ صح. كانت 20 وبلشت شو صير فيها؟ تصغر. سميها صاد. إذا دال صاد على النون واحد. واحد هي لازم أحط سالب واحد صح؟ تتناقص هنا. تتناقص لأنها. حلو الكلام. بده معدل تغير المساحة المحصورة بين الدائرتين. في اللحظة التي تنطبق فيها الدائرتين على بعضهم البعض. يعني مساحة الدائرة اللي يعني لما راح يمر بالأزرق يصيروا فوق بعض. هسا خلينا نركز على المطلوب. شو بده هو؟ معدل تغير المساحة بين الدائرتين. طيب كيف نجيب المساحة بين الدائرتين إذن؟
مساحة كبيرة نقص مساحة صغيرة. هاي أول علاقة أساسية لازم أفكر فيها. إذا المساحة بين الدائرتين تساوي مساحة الدائرة. دكتور بقول لك لما انطبقوا على بعض الكبرى ناقص الصغرى. هاي يا أسامة مش قلنا هاي عندما انساها هاي استخدمها بعد ما تشتق. تمام. احنا هسه بنحكي بشكل عام، في اي لحظة بدك تعرف قديش المساحة بين الدائرتين بتجيب مساحة الدائرة الكبيرة ناقص مساحة الصغيرة، صح ولا غلطان؟ تمام. طب ايش مساحة الدائرة الكبيرة؟ هسه اول ما بلشت كانت هيك مساحتها، صح ولا لا؟ صح هيك بلشت اول ما بلشت. طيب في اللحظه اللي وراها كم صارت مساحتها الدائره الكبيره؟ باي ضرب باي في 20 ناقص 40. اذا صار مساحتها هيك باي في 20. فاهمين شو بعمل انا؟ 20 ناقص صاد كل تربيع ناقص. الآن شو مساحة الصغيرة؟ باي في سين زائد خمسة الكل تربيع. خلاص هاي العلاقة. انتهى السؤال. ودال صاد على دال نون عندي، ودال سين على دال نون عندي، معناته ما في عندي مشكلة. فهمتيها بيان؟ اي دكتور. هالسعيات انت ها هي القصة، هون القصة. وكيف غلطت السين والصاد؟ طب دقيقة، وفي اللحظة اللي بتطبق على الدائرتين مع بعض. أيوة، بدك تشوف مين هي اللحظة اللي بتطبقوا فيها الدائرتين عن بعض. يعني مساحة تساوي يعني صفر. يعني مساحة بالضبط، فرق المساحة بيساوي صفر. وصاد يساوي سين. يعني متى هاي المعادلة بتساوي صفر؟ صاد يساوي سين كمان. صاد يساوي سين، راح تطلع معك صاد تساوي سين. لا لا. شرطين إذا. المساحة. لا لا، مش شرط، عفوا. تصير 2 باي 20 ناقص صاد. لو المساحه صفر ولا صاد يساوي سين. ساعتها بتطلع مين؟ بتطلع سين وصاد اللي بدك اياها في اللحظه اللي هو بده اياها. حلو السؤال، عن جد حلو السؤال. هذا اجب توجيهي، يعني انا متذكره صلحته، حتى كنت اصلحه هذا السؤال من اللي صلحته. بس حلو، يعني فكرته كثير قويه. هسا طلع كيف الكتاب حاله بطريقة غير طريقتنا. طلع شو سوى؟ قال طول نص الصغيرة، مش هو كان خمسة وأنا سميته زائد سين. تمام. سين اللي هي مقدار التغير اللي بصير على الدائرة، صح؟ طب السين مش مسافة، مش المسافة بتساوي السرعة ضرب الزمن. تمام صح. خلاص، اذا بدل سين يا سيدي اكتبها سرعته قديش هي سرعته؟ 2 في الزمن نون مجهول. اذا بقى شو عملها؟ 5 زائد 2 نون. بتطلع نون. سين ناقص نون. عملوا اخر شيء بتطلعوا المسافه بدل نون. يا سلام عليك، انت ما بتخدمني. شو ما بتخدمني، ريح حاله ترى في ايجاد اللحظه. خلص سواهم بعض. ريح حاله في جد بعض. إذا أنا فكرة جديدة، شو الفكرة الجديدة؟ إنه ما أشتغل على سين وصاد، أحول السين والصاد الثنتين بدلالة مين؟ نون. زمن. وهاي التعليمات، شايفين التعليمات؟ أرسم شكلا تقريبيا ومش عارف إيش من الحكي هذا اللي أنا، هذا اللي أنا بديت فيه وبلشت أحل فيه. هذول راح أترك لكم إياهن، أنتوا حلون لحالكم كويس. بس بحل معاكم سؤال واحد أنا، اللي هو أنو سؤال؟ قل لي يا أسامة أنو سؤال؟ مش دهرين. سؤال المملتين. أيوان. معكم سؤال النملتين، هذا اللي أجى بالـ 99 وعملوا عليه قصة وكلموا الدنيا عليه. أقول شو يحكي السؤال؟ وأنا محور زين وسين وصادي. أيوة. طلع عندك أنت صندوق مكعب الشكل. أيه، تشايفينه كيف؟ تمام. نشيل الأكسس ونشيل البلين ونشيل الجريد وكل شيء. أيه، تشايفينه مكعب كيف صاير؟ الآن بقول لك في نملتين. النملة الأولانية، النملة كانت هون واقفة، ونملة وين كانت واقفة؟ عندي هون. تمام. حلو الكلام؟
الثنتين وين واقفات؟ واحدة واقفة عند اي وواحدة واقفة عند النقطة هاي. قديش طول ضلع المكعب هذا؟ 20 سنتي. معطيك اياه يعني. ماشي؟ تمام. معناته كله عشرينات. والله شو ولا؟ الان هاي النمله الاولى ماشي يقول بسرعه 3 مليمتر في الدقيقه. حلو، هاي سجلوا عندك اسامه، 3 مليمتر في الدقيقه. من عندي بركب ارقام من عندي. وهاي النمله ماشي بسرعه 5 مليمتر في الدقيقه. حلو تمام. بدي كم معدل تغير المسافة بين النملتين بعد كذا؟ مش مهم اللحظة يعني. تخيلت السؤال؟ هاي ماشي هيك، هاي ماشي هيك، كويس. بدي قديش معدل تغير المسافة البعد أيوة بين النقطة بين النملتين؟ حقير اللي كان وضعه السؤال قوي هذا عن جد قوي. مين يقدر يعطينا فكرة؟ بدي افرغه بس عشان يصير اوضح، هيك اوضح شوي. هم نصف دال الاولى على نون ودال الثاني على دال النون، صح؟ لا، ما هو انت اول شيء خلينا نتفاهم، بدنا نفرض هسه بدنا نعمل فروض بالاول. هسيات النمل الاولى مش قاعده تتحرك وبتغير سرعتها مسافتها على زمنها. معناته بدنا نفرض لها سين، نفرض لها صاد، نفرض لها عين، نفرض لها اجي، صح؟ ونفس الشيء النمل الثانية. يلا شو رايكم؟ طلع انا شو بدي اقول لك، شو بدي اسوي؟ انا بدي افرض انه المسافة من عند اي، شايف؟ عند اي اللي هي نقطة الانطلاق، في كل لحظة قاعدة تتغير بنسميها سين. إذا دال سين على دال نون قديش بتساوي؟ أسامة قديش قلت لك سرعتها؟ 3 مليمتر لكل دقيقة. وسمي هاي صاد. إذا دال صاد على دال نون 5، شيك أعطتكم إياه أنا؟ صح. ممتاز. الآن السؤال، وهاي خلنا نسميها فا اللي هي الخط الأسود هذا، ترى انتبه هذا الخط الأسود طاير في الهواء، هذا هذا جوا الصندوق. انت متخيلين كيف يا جماعة؟ كيف بدي أربط علاقة بين سين وصاد؟ هاي مشكلة. طبعا سلسلة يمشيها، دال الصاد على دال السين، دال السين دال الصاد على دال النون. لا 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 لا، لسه لسه غسان غسان، انت ما جبت لي علاقه بين سين وصاد. شو العلاقه اللي ربطت بين سين وصاد؟ هذول جوا مثلث؟ لا، جوا شوف الرباعي، جوا ايش؟ لا. رباعي الاول. انا ما بقدر اشتق قبل ما اجيب علاقه. شبه منحرف ولا شبه منحرف ولا له دخل بالانحراف. انتوا متخيلينه هذا كيف الخط؟ هذا الخط يا جماعه بالهواء، هاي طلع عليه من فوق كيف، انا قاعد بحرك لك عشان تشوفيه كيف، هذا جاي بالهواء. هذا جوا الهواء، مش بمنحرف ولا هو من اشكال الهندسيه اللي بتعرف فيها. طلع عليه من وين بتطلع عليه؟ طيب هذا راح احرقه بسرعه. هذا نزلت عمود، لو نزلت عمود من النقطة هاي على الخط اللي تحت، قديش طول هذا العمود؟ ثابت. 20. هو 20
بالضبط، اللي هو نفسه راح يكون عرض مين؟ عرض المستطيل او طول المستطيل المكعب، اسف المكعب، يعني هذا طوله قديش؟ 20. طيب لو وصلت خط او قطعه مستقيمه من عند هاي النقطه لوين؟ لعند نقطه تقاطع الخط العمودي هذا مع مين؟ مع المكعب. شو رايك بهالحركه اللي عملتها هاي؟ تكون مثلث قائم في الهواء ولا ما تكون؟ تكون. تكون. سؤال، هذا ايش الوتر هذا؟ هذا المثلث اللي على الارض قائم ولا مش قائم؟ قائم برضو. قائم. هذه ايش سميتها انا اللي هون ايش سميتها؟ صاد. وهاي شو سميتها؟ قائم. تين. اذا سين تربيع زائد صاد تربيع تساوي لام تربيع، صح ولا غلط؟ صح. صح، ارجع للرسمه. أنا اللي عملته بالضبط هيك، نزلت عمود هون وصلت خط هون، هذا اسمه سين وهذا صاد وهذا سميه لام، إذن عندي علاقة الأولى لام تربيع تساوي سين تربيع زائد صاد تربيع، صح ولا غلط؟ 100%. الآن بدي أسألك سؤال، شو العلاقة بين سين ولام وعشرين؟ صحيح سين تربيع تغار. أو مش سين تربيع، آسف فا تربيع، فا هذا الخط المائل فا، فا تربيع تساوي 20 تربيع زائد لام تربيع، ولام تربيع هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن سين تربيع زائد صاد زائد لام تربيع. هاي جبت العلاقة بين سين وصاد وفا. فا تربيع. بدنا نلعب كمان لعبة. السين إيش بتساوي بدلالة النون؟ 30 نون. وصاد 50 نون. بدل المسألة، قول فا تربيع تساوي 400 زائد 9 نون تربيع زائد 25 نون تربيع. 9 و25 قديش بطلع معاك؟ 6 4 36 نون تربيع. اشتق 2 فا دال فا على دال نون تساوي 68 نون. انتهى السؤال. الشيك بدك الشيك، بتقول فا تساوي الجذر التربيعي لي 400 زائد 34 نون تربيع. اشتق هون دال فا على دال نون بتساوي سالب 68، موجب ليش سالب؟ نون على 2 في الجذر التربيعي ل 400 زائد 34 نون تربيع. نون احنا من وين بنجيبها؟ بنجيبها من اللحظة اللي هو طلبها. يعني تقدر تحل بهاي الطريقة. هذا كان من الأسئلة يعني نوعا ما صعبة، هذا سؤال كثير قوي، صح ولا لا؟ الرسالة الأخيرة إنه هاي الأسئلة قد تبدو للوهلة الأولى عادية، لكن فعليا فيها أفكار كثير، فيها مسائل كثير صعبة، مش كلها سهلة، لكن إذا أنت بتعرف توطن نفسك إنك تفكر إنك تدور على العلاقة وكيف تستبدل المتغيرات، أتوقع تحل كل الأسئلة. ما بيضل عليك ولا سؤال ما بتحل. حسيت أنا هذول الأسئلة ما راح أحلهم، لأنه أتوقع محلولين على الموقع، كلهم محلولين. فأنتوا المرة الجاي إذا لقيتوا في سؤال بتحبوا تحلوا بنحل. ما عندكم سؤال راح أنتقل على الدرس اللي بعده، وبعديها بنفتح المجال لأي سؤال بكم إياه بعدين، يعني من على أي درس حتى، مش بس على هذا، بس حلوها بالكتاب يا جماعة، ضروري تحلوها. ماشي؟ إن شاء الله. أوكي، يلا يعطيكم العافية.